للتعرف أكثر على أحوال الطقس واستمرار هذه الحالة الجوية راح ينضم معنا عبر الهاتف مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي. عبد العزيز مساء الخير. حدثنا عن آخر تحديثات الطقس الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية، وهل هذه الأمطار مستمرة معنا اليوم، ومتى راح تكون شدتها ملحوظة أكثر؟ نعم طبعا، تأثرت الكويت خلال الساعتين الماضية في تكون بعض السحب ابتداء من المناطق الغربية من دولة الكويت. حصل إلى هذه السحب تطور سريع، خاصة قبل أن توصل منطقة الجهرة السكنية تخللها بعض السحب الركامية. نشاط في الرياح كذلك تجاوز 60 كيلومتر في الساعة. أمطار كانت بعضها محملة في كميات من البرد أثرت على بعض المناطق السكنية مثل مدينة الجهرة وكذلك سعد عبد الله أيضا جاب الرياح. متوقع أن تستمر فرص الأمطار الرعدية خلال الساعات القادمة، وبشكل عام الحالة الجوية والنظام الجوي راح يكون مستمر ويانا إلى نهار يوم الأحد على فترات متقطعة وبكميات متفاوتة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة. خلال الليلة قد تتخللها بعض كميات غزيرة ولكن تزيد شدتها ابتداء من باشر في نهاية النهار وتستمر إلى فجر يوم الأحد. متوقعين ذروة هذه الحالة ابتداء من مساء يوم الغد يوم السبت إلى نهار يوم الأحد. كميات لا بأس فيها وكميات غزيرة تأثرت فيها منطقة بعض مناطق الكويت اليوم، مستمرة أيضا ويانا فرص الأمطار، كذلك نشاط في الرياح قد يكون هناك نشاط يتجاوز 60 كيلومتر في الساعة. أيضا متوقع أن تتمركز بعض السحب الرعدية على بعض المناطق الساحلية وكذلك في الجزر. ارتفاع في الأمواج قد يتجاوز 8 كيلومتر في الساعة. لا نستبعد تكون بعض السحب العنيفة اللي قد يكون محملة بكميات كبيرة من الأمطار وأيضا البرد. نعم حدثنا عن استعداداتكم كإدارة أرصاد جوية في مثل هذه الحالات الجوية، وأيضا تعاونكم مع بعض الجهات المعنية عند حدوث مثل هذه الحالات من الطوارئ. طبعا جميع موظفين أو أغلب موظفين إدارة الأرصاد الجوية المعنيين في التنبؤات الجوية وكذلك الصيانة للأجهزة وأيضا الاتصالات لمعالجة جميع أنظمة الأرصاد الجوية متواجدين على مدار الساعة 24 ساعة باليوم 7 أيام بالأسبوع. عندنا تواصل مباشر مع جميع جهات الدولة وأجهزة الدولة المعنية في حالات عدم الاستقرار بالطقس. هناك لجنة شكلت وأيضا فريق عمل طوارئ شكل من يوم أمس، وبدأنا العمل اليوم في زامات خلال 24 ساعة متواجدين في غرفة عمليات، متواصلين دائما مع جميع الجهات المعنية سواء الدفاع الداخلية وكذلك هيئة الطرق وزارة الأشغال الكهرباء والماء، أيضا الإخوان بالمطافي متواجدين والحرس الوطني. لينك دائم ومباشر بيننا. هناك تقارير تكون محدثة كل 6 ساعات ترسل حق القيادة العليا من الوزراء وكذلك المسؤولين في الإدارة العامة للطيران المدني وإدارة الأرصاد الجوية، تكون فيها التحديثات على دائما محدثة، وحتى أيضا التوقعات تكون خلال كل 6 ساعات تتحدث ل6 ساعات القادمة. فالحمد لله رب العالمين مغطين الحالة الجوية في بوجه كامل وبنسبة جدا دقيقة، وهذا كله نتيجة وثمرة التعاون المستمر بين جميع جهات الدولة. نعم كل الشكر لك أستاذ عبد العزيز القراوي مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، وكذلك كل الشكر لجميع العاملين في جميع قطاعات الدولة خلال هذه الحالات الاستثنائية عند حدوث مثل هذه الطوارئ في الأحوال الجوية.